أبديت موافقتي بالحساب الختامي 2021، وفي نفس الوقت أنا كان عندي بس بعض التعليقات البسيطة اللي موجودة. يعني رقم واحد كان التهرب الجمركي. التهرب الجمركي دي حاجة المفروض إن إحنا نشكل لجنة ضرورية لمحاسبة التهرب الجمركي. ليه؟ أنا النهاردة المفروض إن ده دخل أساسي من دخل الدولة، تمام؟ فالمفروض إن أنا التهرب الجمركي أعمل الحد البسيط لي إن أنا ما يبقاش عندي تهرب بنسبة، حتى يعني بنسبة بسيطة ما يبقاش موجود عندي أصلا. هينقل مينا دمياط نقلة نوعية كبيرة جدا، بدل ما مينا دمياط كانت بتستوعب 1,400,000 حاوية هيبقى 4 مليون حاوية في خلال 3 سنين هنوصل ليهم، بالإضافة إن إحنا هنبقى هاب أو بمعنى أصح مركز تجارة عالمي كبير لنقل الحاويات من أفريقيا لأوروبا لأمريكا. هتحول تحول كبير جدا ونوعي، وده هيزود التجارة في مصر، هيزود برضو الإيد العاملة اللي هتقدر إن إحنا هنقدر نقلل من حجم البطالة، بإضافة طبعا للاستثمارات الأجنبية اللي تيجي.